قبل الحرب بغزة، السعودية كانت على طريق التطبيع مع إسرائيل بوساطة أمريكية، والصفقة كانت جاهزة للتوقيع. وأهم بند في اتفاقية التطبيع التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن السعودية لو تعرضت لأي اعتداء، خصوصا من إيران أو حلفائها في المنطقة، وعلى رأسهم الحوثيين. وفي المفاوضات، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي طلب من بايدن التزام أمريكي على طريقة حلف الناتو، وتحديدا المادة 5 من اتفاقية الحلف، واللي بتقول إن أي اعتداء على دولة بالحلف بمثابة اعتداء على جميع الدول المشاركة فيه، وبالتالي هي ملزمة بالدفاع عسكريا عن الدولة المعتدى عليها. لكن الأمريكان رفضوا الصيغة الواضحة دي، وعرضوا الالتزام بالدفاع عسكريا عن السعودية لكن بدون وجود قوات أمريكية مباشرة على الأرض، يعني السعودية تكون حليف من خارج الناتو، وهو نفس وضع إسرائيل. وبصورة عملية حسب الاتفاق الأمريكي السعودي، الولايات المتحدة هتعمل مع المملكة زي ما بتعمل مع إسرائيل حاليا في غزة، هتقدم كل المعدات العسكرية والأسلحة والمستشارين ومعلومات المخابرات، بس قواتها مش هتكون على الأرض، على الأقل في المراحل الأولى للهجوم، ولو نزلت على الأرض هتكون بدون إعلان رسمي. وفي المقابل المملكة هتعترف بإسرائيل لأول مرة في تاريخها، وهتكون بينهم علاقات دبلوماسية واقتصادية، وبكده يتشكل الشرق الأوسط الجديد. الأمير محمد بن سلمان طلب بعض المكاسب للفلسطينيين في الاتفاق، لكن ما طلبش إقامة دولة فلسطينية مستقلة كشرط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وكان الاتفاق على تيسيرات الفلسطينيين زي حرية التنقل ونقل بعض أماكن الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية لسيطرة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وكمان وقف أي مخطط إسرائيلي لضم الضفة، وتخفيف عمليات الاستيطان واقتحام الأقصى. ومن ناحيتها الرياض هتقدم مساعدة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية عشان تكون أقوى. وكل شيء كان جاهز للتوقيع قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحيث تكون الصفقة هي الإنجاز اللي بايدن هيفوز بيه بولاية جديدة. لكن فجأة كل شيء اتهد لما حصلت عملية 7 أكتوبر. من هنا السعوديين عندهم اقتناع ان الهدف الرئيسي للعملية هو وقف قطار التطبيع والاتفاق الدفاعي مع امريكا، وشايفين ان ايران ورا اللي حصل كله، وهي اللي حردت حماس على طوفان الاقصى عشان تهد كل اللي اتفقوا عليه مع الامريكان والاسرائيليين. وبالاساس العلاقة بين السعودية وحماس سيئة، والمملكة ضد الحركة باعتبارها جزء من جماعة الاخوان المسلمين وعضو أساسي في المحور الإيراني في المنطقة، واللي بيسموه محور المقاومة، والأهم إنها الجزء السني الوحيد في المحور الإيراني. ونتيجة لكده الموقف السعودي غامض بالنسبة للوضع في غزة، في العلن بتندد باللي بيحصل للمدنيين الفلسطينيين وموت آلاف من البشر، بس في الغرف المغلقة وبشكل براجماتي مصلحتها في القضاء على حركة حماس، لأن القضاء على حماس ضرب للمشروع الإيراني، وكمان هتخلص من حركة ممكن تعمل مشاكل بعد اتفاق التطبيع. الكلام ده خرج للعلن على لسان جاريد كوشنر، جوز بنت ترامب والصديق المقرب للأمير محمد بن سلمان. كوشنر زار السعودية خلال الأيام اللي فاتت، وأكد إن المملكة مهتمة باستكمال التطبيع مع إسرائيل وعاوزة الاتفاق مع أمريكا، وبتؤيد القضاء على الإرهاب. لكن طبعا عدد الضحايا الكتير عامل إحراج على المستوى الشعبي، عشان كده السعودية عاوزة إسرائيل تخلص مهمتها بسرعة. وكوشنر قال نصا: شعب المملكة العربية السعودية يهتم كثيرا بالمدنيين الفلسطينيين، لذلك يرغبون في أن تنجز إسرائيل مهمتها في القضاء على حماس. ربنا يرحم الشهداء ويهدي الجميع.